أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا، ونذكر مستمعي روتانا FM بمواقع التواصل الاجتماعي كرة روتانا دوت نت يمر البرنامج الرسمي، وكرة شو على الفيسبوك، والبرنامج برنامج كرة على اليوتيوب. والأستاذ عبد الكريم الجاسر والأستاذ عدنان جستني هما ضيفا هذه الحلقة. محمد الشهراني أخذ رأي الشارع الرياضي أو جزء من الشارع الرياضي، مش كل الشارع الرياضي، عن ردة فعلهم بعد خسارة المنتخب. مشاهد كيف شفت المنتخب؟ مهزوم ثلاثة. مهزوم ثلاثة أوكي، بس يعني لو تشوف في لمسات من مباراة العمان، المباراة هذه في تحسن، يعني إن شاء الله في أمل. يعني فرق كبير عن لو تجي قبل ثلاثة شهور أو أربع شهور، منتخب مرة فرق، في لمسات عندهم، متجانسين أكثر، يعني الحمد لله الله يوفق. والله المباراة أداء منتخب سيء، واضح أن ثلاثة يعني منتج أنا أشوف معقولة، ما في هجوم، دفاع سيء، وما في وسط. أنا أقول لا تعليق مع المدرب الجديد صراحة. مدرب يعني يلعب لك حسن معاذ وسط قدام على اليمين، مركز مو بأساسي هذا، يعني ما وسط قدام يلعب، تلعب لي نواف العابد ومهاجم، ما يحط لك مهاجم بداية المباراة، هذا مدرب يحط لك بداية المباراة مهاجم واحد وقدامك منتخب قوي، وكشف التكتيك كيف يلعبون عليه منتخب أسترالي، يعني تكتيك عالي مرة، منتخب سيء لأبعد درجة صراحة مع المدرب. والله ما هي نتيجة مفاجأة بشكل كبير، يعني أنا متوقع الهزيمة صراحة، أن ما في أي يعني منتخب السعودي ما تحسن من المباراة اللي قبل، بالعكس من أسوأ إذا أسوأ. والله ما أدري إيش أقول لك، هذا منتخبنا، وبعدين في تغييرات حصلت، يعني منزل ناصر الشمراني ما سوى شيء، أنا أشوف يعني لو نزل ياسر بيكون أحسن. أنا ما أدري المدرب ما قصر، مدرب كبير فلاك ريكارد، لكن أخطانا واحدة اللي هو أخطاء الدفاع، يعني الهدف الثاني استراليا خطأ الحارس حسن عتيبي والمدافعين، يعني نفس خطأنا بدورة الأردن الودية قدام الأردن هدف، وقدام الكويت، والآن الأردن يعني استراليا، يعني لو النتيجة الحين يعني في يعني على قولتهم في مستوى يعني متواضع، لكن مستوانا متواضع صراحة جدا، وهيبتنا راحت السعودية. الله يرحم والديكم يا اتحاد السعودي، يا أخي عندنا 152 نادي، يا أخي ما هو معقول يعني بس يجيبون من أربع أندية لعيبة، يعني ما عندنا، يا المنتخب السعودي كان ذهبي وكان عنده لعيبة حق بطولات، كان عندنا لاعب من أفضل جاب أحسن هدف بتصفيات كأس العالم، ممكن كأس العالم كان من درجة الأولى. إلى الآن نشوف منتخب كل يوم بشكل جديد، كانوا يلبون رغبات الأندية السعودية، يعني مع احترام جميع اللعيبة، تشوف الآن دخل مهاجم السهلاوي كانوا يطفي أو يشفي غريل بعض الجماهير. نشوف التشكيلة كلها من أربع أندية، يعني هذا منتخب، هذا يعني ويهمنا أمره المنتخب هذا والعناصر اللي فيه الآن يسيئون للكرة السعودية، يعني الكرة السعودية ما وصلت إلى ما وصلت له الآن. يعني طيب احنا دائما نقول انه اراء الجمهور احنا ما نتدخل فيها، زي ما هي نعرضها، اذا في لا سمح الله شتائم ولا شب ولا سب احنا نشيلهم، بس انه حتى الاراء نعرضها مثل ما هي. ابو فارس، الاراء متفاوته، يعني في اللي يرى انه المنتخب تحسن، وفي اللي يرى انه المنتخب سيء، وانه ما عاد في ذاك التنوع من كل الانديه مثل ما كان مثلا ناصر منصور من وسامي جاسم وصالح المبارك رحمه الله عليه، وكان في لاعبين من اكثر من نادي في المملكه، حتى من درجة أولى ممكن يكون في أحد من المنتخب. شيء طبيعي الجمهور يعني إنه يقول رأيه، متأثر يعني حب إنه منتخب بلاده يكون الأفضل. أنا عجبني يمكن أول رأي إنه هو قالك فيه فعلا في يعني في لمسات للمدرب، في تجانس، في جوانب يعني طيبة، لكن أرجو إن إحنا برضو يعني ترى حنقعد نتعب إذا قعدنا للماضي وما نظرنا لبكرة بشيء من التفاؤل. أنا أرجع لكلامك أنت لما قلت إنه الفرق السنية لو ما كان في تخطيط وعمل هذا، أنا ما أعتقد إن نحن حققنا الإنجازات الأخيرة. في نفس الوقت يعني ما تقتلوا مدرب استلم الفريق المنتخب يعني في وقت متأخر، إذا ما كان في
تخطيط انه هو يقدر يجرب ويشوف اللاعبين على مستوى الأندية كلها. يمكن الفرصة القادمة بالنسبة للدوري حيبدا يوم الجمعة في نفس الوقت انه يستطيع يعني يكون فكرة جديدة, يقدر يضم لاعبين حتى على المستوى الفكر التدريبي, يقدر يعني يحقق أهداف أخرى من خلال رؤية شاملة لمستوى الكرة السعودية. أتمنى أننا نحن طبعا الفترة القادمة تحتاج إلى أن نحن أكثر اهتمام بالجوانب اللي ممكن تساعد, أنا أقول ممكن تساعد المدرب وتساعد إدارة المنتخب. نقول أرى أنا بكل صراحة وبكل هذا, لكن لا تكون عندنا النظرة التشاؤمية إلا أن إحنا يعني تعيدنا للوراء ولا تعطي انطباع أن إحنا ممكن نتطور. هذا اللي أتمناه يعني. الله كريم إن شاء الله. نحن نقول يا رب أن الأمور تتحسن.